هتستفيد ايه وانت بتدمر في شخص؟ حنين جامدة، حنين قوية، وصلته حنين لدرجة عمرها ما كانت تتخيلها. الضرب في الميت حرام. انا مش عارفة ادير اكتر من كده، ان انا متضايق، ان انا متزفت، ان انا طلعان عيني. انا مش عارفة ادير اكتر من كده. كان الواحد بيجي على نفسه بيقول عادي، اما واحد يطلع يوتيوبر يطلع يقعد يشتم في الواحد ويهزقه ويسف عليه ويطلعه مسرح، كنا بنقول عادي، مفيش حد بيتشتم. مش يا سيدي عادي، ما بتنتقدش المحتوى، بتنتقد الشخص. بص واقفة ازاي، بص لابسة ايه، بص اكل ايه، بص شارب ايه، وبنستحمل شارب ايه، وبنستحمل وبنقول عادي. جربت الشهرة، معلش عادي يا سيدي، ربنا يهدي. لكن توصل للتبلي، هو انت عشان تعمل لنفسك محتوى هتتبلى على الناس ليه؟ ما في ناس جاهزه، في ناس جاهزه، في ناس جاهزه بتعمل اجزر حاجه، ما تمسكها، ما تقفشها. ماسك فيا انا ليه؟ ليه؟ انا مش قادره افهم. بدا ان امبارح عند مي جمال، اسمها بتاعت الانجليش، ست محترمه جدا والله، بدات تقول حمله. يا جماعه اللي بتعملوا سبسكرايب للناس اللي بتفضل تشتم في الناس، انتوا بتدعموا سياسه التنمر، انتوا جايين علينا احنا واحنا ما بنأذيش حد في حاجه. انت لو قعدت فكرت، البلوجر ده اذيك في ايه؟ تعبك في ايه؟ عمل فيديو انت شايفه تافه او هايف او ايا كان، اذاك في ايه؟ ما اذاكش في حاجه. انت بتاذيه ليه؟ بتطلع تتنمر عليه ليه؟ بص عينه، بص رجله، بص مناخيره، بص لابس، بص عامل ليه؟ بص عامل ليه؟ بتستفيد ايه؟ انت كده بطل؟ بطل لما بتيجي تقول حنين عملت، حنين سا بدون اي دليل، بدون اي حاجه. شيمي عمل، شيمي سوا، فادي عمل، فادي سوا، بدون اي دليل برضو، انت كده بطل؟ انت استفدت ايه؟ ملعون الفيوز والله العظيم ثلاثة. لو انا باخد ذنوب مثلا في فيديوهاتي وبناخد احنا ذنوب، انت اكتر، انت بتتبلى علينا، ده انت اكتر، ذنوبك اكتر. فين اخلاقك؟ هتقول اصل انا بنصحك، بتنصحني ايه قدام كاميرا؟ ما تيجي يا سيدي تنصحني بيني وبينك، وتغير محتواك، بدل ما انت نازل شتيمه في الناس وسب وهتك عرض، والناس بتطلع تقعد تشتم بالاقل ليه؟ هو انتوا ليه مش مراعين ان احنا اكيد لينا اهالي بيشوفوا اللي انتوا بتعملوه ده وهيبهدلونا احنا، وهم هيبهدلوكم انتوا في ايه؟ هيمسكوكوا ازاي؟ هيجيبوكم منين؟ ما كلكم قاعدين ورا الشاشات. ليه كده؟ ليه توصلوا البني ادم لكده؟ سبق وصلته شادي سرور، وسبق وصلته فلان، وسبق وصلته علان. 100 مره اقول يا جماعه مش حابين محتوى شخص او مش حابين الشخص نفسه، ما تدخلوش تشوفوه. لكن انت هتستفاد ايه اما تدمر البني ادم، او ما توصله ان هو مكبوت مخنوق، مهما كان قوي وفولاذي تيجي عليه وقت وخلاص يتعب. ليه؟ وليه بتتبلى على شخص بدون اصلا ما تكون تعرفه، او بدون ما تنتشر له حاجه وحشه اخده في كل الصراع والقرف اللي الواحد فيه ده؟ عمر ما حد طلع لي صوره بشعر، صوره كده، صوره كده، شات خارج، واحد محترم. ليه على اخر الزمن يجي حد يقول لي انت ما عرفش ايه؟ قعدت الناس في البيت افقدتهم عقلهم، بدل ما احنا بنفكر في البلد اللي احنا فيه. حدش اتعظ، اقسم بالله عدلت السما بعتت لنا بلاء بسبب قلوبنا. مفيش فايده، مفيش فايده برضو، مفيش فايده برضو. اديله شتيمه، واديله هتك عرض، واديله بهدله. يا سيد يا محترم اللي بتطالب بحبسي بسبب تهمة أصلا غير مثبتة عند حضرتك، ومفيش كلمة أنا قلتها غلط عشان أتحبس عليها، أنا اللي المفروض أحبسك، أنا المفروض أقضيك على التشهير وتشويه سمعة شخص. مين اللي يتحبس؟ حضرتك خبطت في الميديا كلها بدون ما تعرف، ومش هسكت، والناس مش هتسكت، الناس اللي بتشوف الفيديو ده وبتفهم مش هتسكت. وانت يا اللي بتحاولي تعملي ملاك عشان تبهدلي غيرك، استي ما تطلعي ملاك من غير حاجة. انتوا جايين في الواحد ليه؟ جايين على الواحد ليه؟ انا بوجه الرساله دي لكل الناس اللي في السوشيال ميديا، احنا مش وحشين، احنا مش وحشين، وما تسكتوش. انت اللي بتعمل لايف وبتصرف على نفسك او على بيتك او على اسرتك او على تعليمك او على ايا كان، بيقولوا عنك بتشتغل في الدعاره عشان انت بتشتغل في لايف. كفايه، حرام عليكم، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وانا كحنين مش هقول غير كلمه، حسبي الله ونعم الوكيل. سلام.